وشيفوا ناس بتموت قدامهم عادي، سذاجة كده عنده الناس فعلا. في ناس كتير في مصر بقى يشوفوا ناس كتير بتموت قدامهم عادي، مش فارقة معاهم ليه، بس اللي عايز يشوف الحقيقة بقى ينزل في الواقع بقى على الأرض كده ويشوف. أنا فعلا لما خدت الطلقة حسيت بأي حد مات، حاجة كده بتخليكي تبقي حاسة إن الدنيا كلها مش بخير، في حاجة كده غريبة، جسمك كله بينمل أول ما الطلقة بتخش جواك. أنا حسيت الإحساس بتاع الموت ده، بس ربنا حيني تاني. أنا عشان كده بشكر ربنا، عشان كده أنا بقول الكلام ده، لأن أنا لو كنت موت ما كانش هيتقال حاجة زي كده، وعادي كنت هتسمى مشاغب، كنت تاني يوم هتنسي زي اللي مات واتنسى كل اللي انا عملته، اللي انا كنت ماسك على مصر بس، ولا طبعا ولا تبع حزب ولا تبع اي حاجه، بس انا بقول كده عشان الداخليه هي اللي عملت فيها كده، ادتني بطلق حي في رقبتي. طبعا لو سنتي يمين او سنتي شمال كنت انا مت، ولو ما جاتش فيها كانت هتيجي في حد غيري، ايه ذنبه يموت ويضربوا حي ليه اساسا على الناس؟ يضربوا حي ليه على الناس؟ عملوا ايه؟ قسم الشعب، قسم عمل، خلى كل مجموعه خلى الشعب 300 فصيل، يعني واحد معاه سورة للسيسي يعدي الناس تحترمه، واحد معاه علم مصر ياخد طلقه في رقبته، والفض بقى بيضربوا حي وخرطوش، فضوه، قدروا يفضوه. ناس اتنين خدوا طلق حي غيري ماتوا، وانا التالت، بس انا عشت، ان كان عشت عشان اقول الكلام ده، غير طبعا الناس المصابين، هم ممكن يقولوا 17 وكده، بس هم بيبقوا اكتر من كده بكتير. ناس محترمه جدا، صور ملهمش دعوه ولا باخوان، كانوا كاتبين كده يافطه بره عامله كده بيقولوا اخوان لا، عسكر لا، فلول لا. فنزلت اتفرجت معاهم وهتفت معاهم ضد العسكر، طبعا حق، يعني حق اللي انا هتف.